بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد عيد العبادي. احنا في برنامج الأردن تاريخ وحضارة. الحضارة هي يعني هي محصلة لثقافة الإنسان وإنجازات الإنسان وعلاقة الإنسان بالإنسان البينية فيما داخل أبناء المجتمع، والخارجية فيما هو علاقة ما هي علاقة مع الآخرين. اليوم يعني في أحد الكتب أنا ترجمتها إلى اللغة العربية لواحد رحالة بريطاني اسمه غريهل. هذا إجا على الأردن 3 مرات تقريبا، 1888 1889 و1890. هذا غريهل جاء مع زوجته ومعه طبعا طاقم الخدمات، لكن هذا الرجل كان جاسوس بريطاني، يعني هو جاء ليؤدي مهمتين. المهمة الأولى، الثلاث مهمات عفوا، المهمة الأولى ليعرف أوضاع الناس، أوضاع المجتمع، الناحية المادية، الناحية الاجتماعية، علاقات العشائر مع بعضها، كيف يمكن تفريق العشائر. هذا كان يشتغله، لأن الإنجليز عادة بيشتغلوا على ديفايد اند رول، يعني فرق تسد، كيف يفرقوا العشائر عن بعضها، كيف يعرفوا مين هذا عدو هذا ومين هذا صديق هذا، كيف يتجنبوا الصداقة ويركزوا على العداوة، كيف يتجنبوا الاتفاق ويركزوا على الافتراق. وكان رجل ذكي يعني، وكانت مرته معه أيضا لا تقل ذكاء عنه، وهو له تقارير في الجامعات، في جامعات بريطانية، تقارير سرية كانت للمخابرات البريطانية. فهو إجا على الأردن وإجا على منطقة الكرك. تعرفوا أنتوا يعني الكرك والصلد كانت يعني في حتى في العصور الغابرة، حتى في العصور اللي يقولوا عنها جهل، هذه حوادر عمرها عشرات آلاف السنين، حوادر عظيمة. ولذلك هو إجا على الكرك، لأن الكرك هي نقطة الانطلاق في التاريخ الأردني، دائما نقطة الانطلاق في التغيير دائما تأتي من الكرك. ولذلك ركزوا في الرحالة على الكرك تركيز هائل جدا، ركزوا على الكرك وركزوا على البادية الأردنية. فغريهل هذا أجا هو وزوجته، وبعدين زار الكرك، وبعدين زار ربة مؤاب اللي هي الربة، وهناك يعني قضبوا النشامة وقالوا بدك تدفع فلوس، يعني ما بطلع لك أنك أنت تروح وتجي بدون فلوس. فهو فكر انه يعني يضحك عليهم كذا، ما قدر يضحك عليهم، وجد حاله مع ناس هالبدوان هذول اللي هم ابائنا واجدادنا الاولين، ناس يفهموا، ناس يعرفوا كيف يشتغلوا، كان يعني جماعه في منتهى الدهاء. وشمل من الكراك الى منطقه مادبه، وبعدين راح القدس، بعدين رجع برحله ثانيه اجى فيما بعد وكتب تقاريره. وكان النقطة الثانية التي كان يبحث عنها كيف يثور الأردنيين ضد الحكم العثماني، والنقطة الثالثة كيف يمكن أن يقنع الناس بأن الحكم العثماني هو عبارة عن الشيطان الرجيم. هذه حقيقة كانت، أنا لم أعلم عن الكتاب هذا عندما كنت أدرس الدكتوراه، لأنه ما مر علي، الكتاب هذا نادر، نسخته نادرة. فأذكر أحد الأصدقاء لي رحمة الله عليه الشيخ المحامي سلطان مجالي، قال في عندي نسخة كتاب هيك، قلت والله ما بعرف عنها، فزودني بالنسخة حقيقة وترجمتها وحطيت النسخة بالإنجليزي في نفس النص الكتاب هذا، لأهمية النسخة الإنجليزية، لأهمية النسخة الإنجليزية. وأنا ترجمتها لأنه ترجمتي حقيقة ليست ترجمة حرفية، ترجمة حرفية مع التصرف في سياق اللغة، لأن لكل لغة إلها أدبها وإلها سياقها. مثلا عندما تتحدث في موضوع في اللغة العربية، عندما تريد أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية حرفيا يطلع ما له معنى، وعندما تترجم من الإنجليزي إلى العربي حرفيا يطلع ما له معنى. بدك تكون متمكن من اللغتين حتى تحول اللغة الإنجليزية في العربية إلى السياق العربي أو الطريقة العربية أو الأسلوب العربي في تحدث هذه اللغة. طبعا هو كان له يعني مشاكل مع عشائرنا، ولحاله بقوله ما سألوش عنه،
وبعدين راح ورد رجع، وبعدين راح على تدمر وتحدث انها كانت مدينة عظيمة لكنها تحت الرمال ومش عارف ايش. وهون هو يعني بيتكلم سنة 1989 عن أردن. حقيقة هو كان يقول انه انا رايح على بلاد ما بيها اشي، زي ترستارام اللي بدنا نجيه بعد شوية. ترستارام يقول لك والله احنا جي يعني كنت انا سآتي الى بلاد الأردن، أرض بلا شعب، نو مانز لاند، ما فيهاش حدا يعني. فهذا فوجئ بأنه في نظام اجتماعي قوي، في عشائر قوية قادر تحمي حالها. 1800 يعني مو عندك قادر تحمي حالها من الدولة، من القبائل الأخرى، وثابتة في الأرض من آلاف السنين. فهو استغرب حقيقة. ولما تقول أنت 1889 89، احنا بنعرف انه الدار العثمانية جاءت الى الكرك في سنة 1994 أو 93، يعني ما كان في إدارة عثمانية آنذاك. ولذلك هذا الكتاب حقيقة من أهم الكتب. رغم هذا يعني كتاب يعني بأمانة كتاب مهم جدا. وهو كتب أنه كيف الصحف البريطانية كانت تحكي عنه أنه في ورطة في الكرك، وأنه الناس محاصرينه. الناس مش محاصرين، عارفين أنه جاسوس، بدهم يعني ما بصيرش يمر ببلاش، يعني ما في، وبعدين ما في دولة تحميه. فهو كان يأخذ من الشيوخ، ورقة، وهذه الورقة ورقة الشيخ كانت أهم من جواز السفر وأهم من فرمان الحكومة، لأن الناس كانت تحترم بعضها. يعني لو إجا شيخ من كرك أعطاه ورقة، كل الشيوخ اللي بعديها بني حميدة وبني صخر وبني عباد وبني عدوان كلهم يحترموا هاي الورقة، لأنه بالمقابل لما يكون واحد من العدوان أو العبيد أو بني صخر أو بني حميدة يكتب ورقة مع واحد كمان الكركية يحترموه، لأنه في الناس تحترم بعضها، كانت الناس تحب بعضها وكانت الناس تحترم بعضها. وإحنا اللي يقول لك إنه والله إحنا كانت الناس متناحرة ومتنافرة، كلام مش صحيح. الناس حقيقة كان عندها ما يسمى بصراع البقاء، صراع من أجل البقاء، يعني هم المهم يضلوا. وحتى لما يصير بينهم مشاحنات وصراعات وليس قتال، يعني ما في قتلة، يعني حتى لو تعد كل اللي انقتلوا في قضايا الغزو في الأردن ما بيجوا قد ربع حوادث السير في شهر، يعني ما يعني بس يشيطنونا إحنا بس. لا والله إحنا شعب عريق وشعب محترم، وآخر شيء يفكروا فيه هو القتل. الأردنيين لا يفكر في القتل إلا في ظروف يعني شنقالك لا تلزني على الطور، يعني إذا ما لزيته على الطور القتل بالنسبة له مش وارد في ثقافته أصلا، والدماء مش وارد، وحمل الدماء عندنا يعني إشي مقرف وإشي يخوف، لأنه لا يحمله لوحده، يحمله هو خمسته وقرايبه. فهو كمان راح زار طبرية أنا ذاك كانت جزء من الأردن، ودار أريحة كان جزء من الأردن، ودار بيسان كان جزء من الأردن. وبالتالي كتب مع البدو، وهي الصفة الغالبة للأردنيين. حتى أهل الحواضر في الكرك والسلط كانت عاداتهم بدوية، وهم يعني بالنسبة لنا إحنا كلنا يعتبرونا بدو، وهذا شرف إن عظيم. على كل حال البداوة هي أصل الأخلاق. والحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الإسلام طبعا.